وبركاته. بعد استبعاده من منتخب مصر إمام عاشور يمنع الراحة. كيف جهز إمام عاشور نفسه لاستعادة مستواه وإمام عاشور ينخرط في تدريبات الأهلي؟ ومعنا كمان استبعاد إمام عاشور ومحمد النني من منتخب مصر وسياسة شديد في الأهلي بسبب رضا سليم، الكواليس كاملة. ومعانا كمان ميدو بيقول لإمام عاشور لو مكانك اختفي تماما. نبتدي بميدو ورسالة نارية من ميدو لإمام عاشور لو مكانك اختفي. وجاء أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة هامة لإمام عاشور نجم نادي الأهلي بشأن مستواه مع الفريق خلال الفترة الماضية. قال ميدو في تصريحاته: إمام عاشور على المستوى البدني أقل بكثير، والسنة اللي فاتت كان أقوى. ميزة إمام عاشور كان إن اللعيب الوحيد في مصر بمركز وسط الملعب اللي بيعرف ياخد الكرة ويجري 30 ياردة. وقال كمان إن الجاهزية البدنية اللي عنده كانت بتخليه يعمل مجهود كبير ويصوب من بعيد، ودي بتقل لما المستوى الذهني ما بيبقاش صافي ومركز. هيركز إزاي وهو كل يوم خناق هو والست المدام؟ وأكمل نجم الزمالك السابق ميدو: عندنا العقلية زي محمد صلاح، راجل وصل إنه هداف روما الإيطالي ومش عاجبه، لا عايز يطور من نفسه كمان ويبقى أحسن كمان، ويشوف العيوب اللي عنده ويحسنها ويبقى أقوى في إنهاء الهجمات. لأني محمد صلاح كل اللي في دماغه إنه هو لاعب كرة مميز وكبير، مش كل اللي في دماغه إنه هو يروح يسهر هو والمدام أو يروح يسهر لوحده والمدام تسهر لوحدها، كل يوم يتخانق بسببها، وكل يوم في مطعم، كل يوم في كافيه، كل يوم في السينما وهكذا، وشغال على المنوال ده من ساعة ما راح النادي الأهلي. وقال لك: تفسيري لتراجع مستوى إمام عاشور هو الضجة اللي حصلت عند البعض معه، هو ده طبيعي من النادي الأهلي إنه يفوقه، إنه يفوقه، وده اللي لازم يوصل لدماغ إمام عاشور. ولو أنا مكان إمام عاشور أختفي وما نزلش ولا صورة ولا فيديو ليا إلا لما أكسب فرقتي يوم 20 أكتوبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا. ثم أتم ميدو تصريحاته قائلا: نصيحتي لي أنه يختفي ويشتغل على نفسه وينام كويس ويركز كويس عشان يرجع لمستوى مع الأهلي في بطولة السوبر المصري. ليه لازم يطلع طبعا ويحتفل بالبطولة اللي جاية؟ ما هو كل مباراة لازم يحتفل بالبطولة قبل وقتها، علشان ايه؟ ده إمام عاشور اللي النادي الأهلي نفخه وخلاه في السماء، فهو ده إمام عاشور، وهي دي عقلية إمام عاشور واللعيبة اللي بالمنظر ده. نروح كمان لاستبعاده من منتخب مصر ومنع الراحة. فجاء إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، الجميع بخضعه لتدريبات تأهيلية تحت إشراف إسلام جمال مخطط الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز استعدادا للمرحلة المقبلة، وذلك بعد ساعات من قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر باستبعاده من قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادا لمواجهتي موريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ونشر إمام عاشور صورا من تدريباته بشكل منفرد تحت إشراف إسلام جمال مخطط الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رغم أن لاعبي المارد الأحمر حصلوا على راحة سلبية قبل العودة للمران. ومن المقرر أن يخرط إمام عاشور في تدريبات الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، والذي يعود خلال ساعات من سويسرا لقيادة الميران استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات. هو مش استبعد من المنتخب علشان هو مستوى سيء، لا لا لا، حسام حسن أهلاوي الكل عارف طبعا، أهلاوي 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 من هنا لآخر الدنيا، واستبعده بس علشان يرجع مستوى علشان بطولة كأس السوبر المصري اللي هتتلعب في الإمارات، لأن بيراميدز مش سهل، وإن شاء الله بإذن الله الزمالك كمان يكون قدها وقدود. نروح لاستبعاده كمان هو ومحمد النني. هو محمد النني كان مستواه طبعا سيء جدا للغاية الفترة اللي فاتت، كان المفروض يستبعد من فترة.
شهدت قائمة منتخب مصر عددا من المفاجآت، منها استبعاد إمام عاشور ومحمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي. أحمد حجازي بسبب المشكلة الأخيرة اللي حدثت اللي هما بيستقلوا بيه وينزلوه وهو كان أساسي قبل الأخ حسام حسن ما يجي، بيقعدوه على الدكة وبعد كده بيقولك يلا ما احنا ندخله وخلاص، ما اللاعب اللي مكانه انصاب. فأحمد حجازي طبعا استبعد من القائمة لأنه اعترض على الكلام اللي اتقال، وذلك قبل مواجهتي موريتانيا يومي 11 و12 أكتوبر الجاري بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا والمقرر لهما يوم 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، وجاءت كالتالي: محمد الشناوي، برضو محمد الشناوي رغم الرعونة اللي كان عليها في الماتش اللي فات، ما علينا. المهدي سليمان، يذكر أن إمام عاشور غاب عن التسجيل أو صناعة الأهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة والتي خاضها في بداية الموسم الحالي، وظهر بأداء متذبذب وتراجع في المستوى. نروح نسيبنا من إمام عاشور، لأن إمام عاشور مش هنخلص منه، حواديت 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 عن إمام عاشور ومستوى إمام عاشور وحلاوة إمام عاشور في الملعب، وفي الآخر إمام عاشور ده عامل زي البالونة اللي المفروض أي حد يخرمها كده تفس وترجع لأصلها. من ساعة ما راح النادي الأهلي وهو ما عملش أي حاجة بس مكيدة في نادي الزمالك إنهم بينفخوا فيه وبيعملوا منه تماثيل من طين زي ما بيقول. نروح للاستياء الشديد اللي في الأهلي بسبب رضا سليم والكواليس كاملة. ظهرت حالة من الاستياء الشديدة داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بسبب مستوى الدولي المغربي رضا سليم الجناح المغربي لفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء. شارك رضا سليم في مباراة النادي الأهلي الماضية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي، لأنه لم يظهر بالشكل المأمول، وتعرض فريق الأهلي للخسارة أمام منافسه الزمالك بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض. لا وانت الصادق، هو فاز في الملعب لما اتحسب للأهلي ضربة جزاء وما اتحسبتش للزمالك ضربة جزاء، كان المفروض الماتش يخلص من الشوط الثاني، ما كناش وصلنا لضربات الترجيح، لكن الحمد لله. بعض المصادر علمت أن هناك تعجب شديد من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بسبب غياب بصمات اللاعب بالشكل المطلوب في الفترة الماضية على الرغم من امتلاكها الإمكانيات الجيدة. حدث استفسار من جانب لجنة التخطيط التي يترأسها مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وحسام غالي سامي قمصان المدرب العام بالمارد الأحمر حول سر تراجع مستوى رضا سليم مقارنة بالأداء في الجيش الملكي. يعني تلاقي أسماء كده مدملكة، كله أسماء أسماء أسماء، وفي الآخر بيعملوا إيه؟ قاعدين على الكراسي ملهمش لازم. انت اللاعب بتاعك يا ابني ما كانش في مستوى اصلا، مش هو بس، مش رضا سليم بس، الفرقه كلها. الزمالك علم عليكم من الاخر، وفي الاخر من الفجر بتاعهم طالعين في الفيديوهات بتاعتهم هما مش مصدقين نفسهم، مش قادرين يتقبلوا الهزيمه، مش قادرين يتقبلوا ان هما ممكن يتهزموا، لا لازم يكسبوا، بالحكام هيكسبوا، بالعافيه هيكسبوا، بالذوق هيكسبوا، بالمنظومه كلها هيكسبوا، بس لما الزمالك علم عليهم مش طايقين نفسهم، مش قادرين يصدقوا نفسهم ان هم خسروا. الخطيب في حالة ذهول، على طول مناخيره لفوق، مش قادر يعمل حاجة، مش مصدق نفسه. يعني ازاي احنا نتغلب يا ابني انت اله؟ ما الواحد مش عارف، يعني ما انت لازم تتغلب، زي الزمالك ما بيتغلب انت تتغلب. الزمالك فرقة أجمد منك وأقوى منك، ومع ذلك ما عندهاش الإمكانيات بتاعتك وغلبتك. الزمالك لو عنده إمكانياتك ولعبتك والمنظومة اللي بتخدم عليه كان خد كل البطولات. انت بالعافية بتاخد البطولات
بالحكام وبالمنظومة وبالفلوس وباللعيبة، ومع ذلك مش رقم واحد نهائي. فما بتعبش على اللاعب بتاعك وتقول ان هو ما كانش في حالته. اللعيبة كلها عندك كانت في حالتها، بس الزمالك كان اقوى منهم. ومن الغرابة اللي انا بقول لكم عليها انهم طالعين في فيديوهاتهم علشان مش مصدقين نفسهم، بيقولوا لك ان الماتش الكاس السوبر الافريقي هيتعاد على الملعب استاد القاهرة الدولي علشان اكتشفوا منشطات. ليه؟ هما امام عاشور ولا كهربا ولا اسمه ايه ده حسين شحات؟ علشان اكتشفوا منشطات. تقبلوا الهزيمة وبلاش اشاعات زائفة، وبلاش شتيمة في شيكابالا، اعملوا معروف عيب يعني، حرام عليكم. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا زي القرآن ما بيقول. فما تسخروش منه في كل تعليقاتكم وتقولوا الفاظ الواحد مش قادر يقولها، يعني عيب جدا. فهنقول ايه؟ بيقولك على سياق متصل كمان، اكد الاعلامي محمد الليسي عن رفض لاعب الاهلي رضا سليم العرض الذي تلقاه من نادي الرجاء المغربي في الفتره الاخيره للانضمام اليه في الموسم المقبل، سواء كان عرضا للاعاره او الانتقال النهائي. اوضح الليسي ان العرض الذي تلقاه رضا سليم كان جزاء من صفقه اقتراب نادي الرجاء من ضم محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق على سبيل الاعاره، مع نيه شرائه بشكل نهائي بعد الموسم. أشار ليسي أيضا إلى أن رضا سليم قد أبلغ إدارة الأهلي برغبته في البقاء في النادي وعدم العودة للدوري المغربي، وأنه في حال تلقي عرضا من أحد أندية أوروبا سيغادر بالتنسيق مع الفريق. ده بالنسبة لرضا سليم. زي ما بقول لكم كده، مش اللاعب ده بس اللي كان مستوى مش كويس، لا اللعيبة كلها، حتى اللعيبة الصفقات اللي جابوها وشاركت كانت مستوى عطية الله وغيره وغيره. ده لأن الأداء بتاع الزمالك كان أفضل، الزمالك هو اللي كان ماسك كورة. انتوا ليه مش مصدقين نفسكم؟ ارجعوا للمباراة تاني هتلاقوا نفسكم ما مسكتوش كورة، لعبتوا 90 دقيقة انتوا مش موجودين. فهارد لك الكورة مكسب وخسارة، وتقبلوا الهزيمة زي ما احنا بنتقبل الهزيمة الزائفة اللي انتوا بتكسبوا على اساسها البطولات الحرام بتاعتكم. تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم، وإن شاء الله يتوفق في البطولات اللي جاية. تحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك العظيم المتفهم المثقف الواعي.